الجوله الثالثه هي بالدور على اربعه دفعات كما كنت نحكي في بدايه النقل. هذه كره للملعب التونسي على الجهه اليسرى وين موجود احمد الصحراوي يرفع الكره محمد بن عمار بلمسه فنيه بلمسه فنيه وهدف. الهدف الاول للملعب التونسي الهدف الاول للملعب التونسي مجدي المصراتي او حمدي المبروك حمدي المبروك المدافع يسجل الجولة الثانية على التوالي. المدافع على ملعب التونسي حمدي المبروك يسجل في الجولة الفارطة سجل الترجي جرجيز يسجل في هذه الجولة خطأ ان شاء الله تبعوا الإعادة يعني خطأ في دفاع النادي الصفاقسي ويمضي أولى أهداف الملعب التونسي في هذه المباراة هدف مقابل صفر للملعب التونسي. يتبعوا الإعادة يعني عمل ممتاز على الجهة اليسرى من أحمد الصحراوي يلعب الكرة مع محمد بن عمار يعني لمسة فنية مجدي المصراتي بينه وبين فتح الغربي رقم 15 حمدي المبروك بالساق اليمنى غالة الحارس رامي الجريدي ويمضي أولى أهداف الملعب التونسي في هذه المباراة في الدقيقة 40 من هذا الشوط الأول وثاني هدف لحمدي المبروك للجولة الثانية على التوالي سجل قاعد يقدم في الإضافة هذا المدافع نادر لحد الآن سيناريو ممتاز يعني هدف قبل خمس دقائق من